أحسن الله إليكم. المرسل سين ميم خاء بعث عددا من الأسئلة أيضا، يقول في أولها: وضحوا لنا جزاكم الله خيرا كيف تكون زكاة الراتب الشهري؟ كل من عنده إيراد يتكرر شهريا من راتب أو غيره، فإن الواجب عليه فإنه لا تجب عليه الزكاة على المبلغ إلا إذا تم عليه الحول من حين ملكه له، هذا هو الواجب والأصل. لكن هذا يشق على الناس أن يعتبروا حولا لكل مبلغ يتوفر لديهم من وارداتهم، يشق عليهم ذلك. فالأحسن أن يعين شهرا من السنة لإخراج زكاة ما تجمع لديه مما سبق ومما لحق، وتبرأ ذمته بذلك. ما تم حوله يكون أدى زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله يكون قد عجلها، والتعجيل لأجل حاجة جائز.